بصور. بس زيرو ده طيب. يلا مش قدام. تعالى بقى على الكاميرا، روح خش على الكاميرا. على فكرة يا جدعان لازم لازم تتزبط، لا مش قصدي لازم يمشي تحت المية. جرب انزل سكة كده. الهواء فاضل له قد ايه؟ لسه بدري دخل على واحد ونص. ماشي خليك مع الكاميرا، مش قد لورا، خليك بس مع الكاميرا. الدبل اللي عندي باين اتنين. خليك بس مع حازم وقلبي. كام بتلفه؟ بص على العداد. لا لسه فوق ال 20 وشويه. ايوه ما تبعدوش يا جدعان، قربوا لي يا جدعان. رجع ورا بقى. حوض شمال يمين وشمال لازم اشوفه. حوط ده، حوط كويس يا عبد الله، حوط شمال يعني 72 درجة كده. شوفه لف لغاية ما يلفله، لف لغاية ما يلفله. اه روح على حسين، روح على الكاميرا عشان المية مش عارف. انت ليه ما تعمل 2 4؟ حد يجي تعالى امسك، تعالى امسك الكاميرا. امسك ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ ثاني واحد. هو في مروحه واقفه اصلا. كم دقيقه؟ في اللي تحت فصل على فكره. كده دقيقتين يا شباب. احنا خلصنا، تعالى تمام. في احنا حاطين نزل يا ابني السلك شويه. كتير شمال. ماشي مع بعض. شد سلك شويه، عشان السلك ليه؟ هو هي مرفوع اصلا لتحت. ارجع ورا. اطلع شد السلك. طيب انت واقف بتتفرج عليه، شد السلك معاه. وانا ازاي ارفع لها ال على فكره بتاعت الكاميرا كمان جابت. بس فكك بقى، شدوني انزل كده نشوف الكلام. شدوني خد.